مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ مساء الخير، ازيكم؟ معلش ثانية واحدة، ايه؟ عشان أنا بحاول أبقى فاتحة معاكم اللايف عشان أشوف الكومنتس بتاعتكم على طول. خلينا بس أول حاجة نتفق عليها مع بعض إنه لو أي حد عنده أي سؤال بليز اسأله. أنا بحب جدا الأسئلة، عشان الأسئلة دي بتخلينا إن إحنا نطلع معلومات أكسترا، حتى لو إحنا يعني حتى لو إحنا مش حاطينها في السيشن بتاعتنا، هتلاقوني برد عليها على طول. طيب خلينا نبدأ مع بعض. الأول أنا اسمي مها رجب، أنا في الفيلد بتاع الكيتشن ديزاين بقالي أكتر من يعني 20 سنة. بالنسبة لي هو فيلد مهم جدا وأنا بحبه جدا وتشالنجينج بطريقة فظيعة، لأن هو لو المطبخ فرق ملي ممكن ما يركبش إلا لو إحنا صنعناه بالطريقة المظبوطة. اللي احنا هنتكلم فيه مع بعض النهاردة هنتكلم على شوية تيبس، انه يعني ازاي نبقى انتيرير ديزاينرز وفي نفس الوقت نقدر ان احنا نديزاين المطبخ ويخش جوه الديزاين بتاع الانتيرير بتاعنا بطريقة سموث، وفي نفس الوقت طريقة صح ان احنا نصنع بيها المطبخ بطريقة مظبوطة، و نبقى فاهمين الطريقة بتاعة الديزاين بتاع المطبخ لأن هو بيختلف عن أي حاجة تانية. فهناخد شوية كده تيبس مع بعض النهاردة، يعني 40 تيب تخلينا نعمل مطبخ بطريقة مظبوطة. أول حاجة هنتكلم عليها اللاي اوت والبلاننج، وإيه الحاجات اللي احنا لازم نكونسيدر واحنا بنعمل الزونينج بتاعنا بتاع الكيتشن ديزاين. طبعا أول حاجة كلنا عارفينها ودرسناها في الجامعات بتاعتنا هي الورك تريانجل، وهو اللي هو مثلث العمل. بس خلينا نبقى متفقين مع بعض على حاجة مهمة جدا، مثلث العمل مش لازم يبقى على شكل مثلث. على فكرة هو ممكن يبقى one line كبير، بس لازم أبقى واخدة بالي إنه الأرياز اللي بين كل أريا والتانية، الجزء الورك سبيس وركينج سبيس اللي بين كل اريا والتانية تكون كافية ان انا اقدر ان انا اشتغل عليها. الحاجة اللي انا لازم اخد بالي منها ان الاضلاع بتاعة الورك تريانجل لازم تبقى مقاسها او البعد ما بين كل زون والتانية. خلوا بالكم الورك تريانجل احنا مش بنقول ان هو بيفصل الحوض عن البوتاجاز عن التلاجة، لا هو بيفصل اريز، بيفصل وات زون اللي هي بيبقى فيها الحوض والديش واشر، الهوت زون اللي بيبقى فيها الكوك توب او البوتاجاز الكامل، الكولد زون اللي بيبقى فيها التلاجة، وفي نفس الوقت بيكون معاها المايكرويف بنعتبره ضمن الكولد زون شوية لان احنا بنطلع الحاجة من التلاجة فبتتسخن على طول في المايكرويف. فهي بتبقى زونز مختلفة شوية عن زمان، يمكن بس زمان كنا بنقول عليها البوتاجاز الحوض والتلاجة، دلوقتي بنقول عليها الزونز بتاعتنا أو الأرياز بتاعتنا. ولازم الثري أرياز دول يكونوا بعضهم عن بعض بطريقة سليمة، مفيش حاجة بتفصلهم عن بعض بطريقة قوية عشان أقدر إن أنا أتحرك جوه المطبخ بطريقة سليمة وأقدر إن أنا أتعامل جوه المطبخ وأنا داخلة شايلة حاجة حطها فين. الحاجات دي كلها مهمة جدا إن أنا أخد بالي منها وانا بشتغل في الديزاين بتاع الكيتشن. من الحاجات الجديده ان انا لازم اكونسيدر الاوبن شيلفينج. طيب ده معناه ايه؟ ان انا اخلي الفيرتيكال سبيس عندي كبير، بقينا بنحب ان احنا نخليها اوبن شويه مش زي زمان ان هي تبقى كابينتس مقفوله، عشان الكابينتس بتاخد سبيس اكتر وبتحسسني ان المكان بتاعي ضيق خصوصا لو هو اصلا ضيق. فبنبتدي ان احنا نحط الشيلفز دي موجوده، بتحط عليها شويه حاجات ديكوريتيف تدي او تساعدني على اني ابين الستايل بتاع المطبخ بتاعي اكتر اللي انا عاملاه في الانتيرير اصلا بتاعي، وفي نفس الوقت
احط عليها الحاجات تبقى اكسسبل بالنسبه لي اكتر. طبعا عمرنا ما هنفرش المطبخ كله اوبن شيلفز، بس ده شويه اكزامبلز ليها. ان انا الكورنرز ما استسهلش واقول هو ده كورنر وخلاص، لا، لازم ان انا استغل الكورنرز بتاعتي احسن استغلال. عندي كورنرز طبعا، كل كورنر بيبقى ليه طريقة استخدام، واللي بيخليني ان انا احدد استخدامي لشكل الكورنر، اللي هو الكورنر بيبقى بظرفة واحدة والباقي بتاعه مستخبي، او الكورنر بيتفتح بظرفتين وهنشوف شكله مع بعض دلوقتي. الزاوية بتاعة الحيطة، الحاجات كتيرة جدا دي في طريقة التصنيع شوية، فدي يعني هتبقى step ahead شوية في الديزاين بتاع الكيتشنز. بس ده من الحاجات ان احنا كانتيريور ديزاينرز ازاي احنا نقدر نستغل الكورنرز بتاعتنا. عندنا كذا شكل زي ما احنا شايفين، الشكل اللي هو عامل أرفف من جوه، بس ده اللي هو بيتفتح بدرفة والباقي بتاعه كله مستخبي جوه، يا اما بيبقى رف يا اما بيبقى ميكانيزم نص دايرة، تبقى نص دايرة بتلف وتطلع وتخرج وتدخل تاني، يا اما بيبقى حاجة اسمها فلاي مون، وتسمى فلاي مون لان هو بيطلع عامل زي السحابة كده، بيطلع ويدخل تاني، وبيختلف اليمين عن الشمال بتاعه، مش زي اي حاجة تانية. وده من اغلى الكورنرز الموجودة دلوقتي. عندنا الماجيك كورنر، الماجيك كورنر ده من اكتر بالنسبه لي انا، من اكتر الكورنرز اللي بتستغل المنطقه بتاعت الكورنر، لان هي زي ما احنا شايفين هي واخده الكورنر لحد الاخر جوه وبتطلع، واحنا بنفتح الدرفه الاول بنشدها علينا فبتطلع اول بورت، ولما بنلفها بتطلع لي البورت التاني من جوه. ولكن هو ليه استخدامات محدده، زي ايه؟ ان انا لازم احط فيه حاجات كبيره، لازم احط فيه مثلا حله، طاسه، حاجات كبيره اخزن فيها، ممكن برطمانات مفيش مشكله، لكن مثلا ما احطش فيها كيس رز، لانه كيس الرز لما هبتدي ان انا استخدمه جوه الكورنر ده ممكن الكيس يتقطع فيقع جوه الميكانيزم، فهيفضل الميكانيزم مفتوح زي ما احنا عاملينه كده، او هيفضل مقفول مش هعرف افتحه، فهيحصل فيه مشكلة لحد ما يجي حد متخصص يفكه ويركبه تاني. طبعا كل دي تيبس أنا بقولها عشان لما نبقى بنعمل ديزاين للكلاينت نبقى احنا عارفين، وتبقى دي التيبس اللي احنا بنديها للكلاينت بتاعنا. عندنا بقى اللي بيتفتح بدرفتين، سواء الدرفتين لينك ببعض أو كل درفة بتتفتح لوحدها، ممكن بيبقى رف كبير من جوه أو 3/4 دايرة. يعني بيبقى ليها بقى أشكال كتير، بتبقى في منها الماتر أو اللي بتلف وتطلع مع الضرفة على طول، وده برضو بيبقى من الحاجات المستغلة أو اللي بتاخد ستورج كتيرة جدا جوه الضرفة بتاعتها. عندنا إن إحنا ناخد بالنا من السبيسز ما بين الأماكن جوه الكيتشن، يعني لازم وأنا واقفة وفاتحة الديش ووتر أو فاتحة الفرن لازم يبقى عندي سبيس أقدر إن أنا ألف حواليها. أول حاجة إنه الأضلاع الوهمية بتاعة مثلث الحركة لازم أبقى واخدة بالي إن هي ما تزيدش عن 6 متر. طبعا 6 متر ده حاجة هيوج، بس في ساعات بيبقى في مطابخ طبعا كبيرة، وهي قابلتني في الديزاينز بتاعتي على فكرة. لازم مثلث الحركة بتاعي ما بين الثري مين زونز يكون أقل من 6 متر، عشان أنا ما أضيعش مجهودي جوه المطبخ بإن أنا بلف وبجيب حاجة من هنا واروح اغسلها في الحوض وارجع تاني احطها في الثلاجة او احطها على البوتاجاز عشان تبتدي ان هي تتسخن، فيبقى الدنيا كلها ملمومة في بعض شوية. تاني حاجة انه ان الديستنس ما بين كل زون والتانية ما تقلش، سوري، ما تقلش عن 90 سنتي، ده مينيمم المينيمم المينيمم. أقل من 90 سنتي في الأضلاع الوهمية دي بتبقى طبعا ضيقة قوي، وتحس نحس إن إحنا مخنوقين جوه المطبخ. طبعا على حسب السبيس بتاعة المطبخ نفسه، بس نحاول قدر الإمكان إن السبيس دي نوسعها شوية عشان على الأقل يبقى عندي working zone أقدر إن أنا أحضر عليها الأكل بتاعي. زي ما احنا قلنا انه لو بتكبر قوي بتبقى متعبة في الاستخدام بتاع المطبخ، لو بتقل قوي بتبقى
نحس ان احنا ضيقين ومش عارفين ان احنا نتحرك. طبعا لو هنحط ايلاند لازم نبقى واخدين بالنا ان الايلاند ما تبقاش بتضيق المطبخ زياده، لو انا ما عنديش سبيس ما اعملهاش عشان انا ما ضيقش للكلاين بتاعي المكان اللي هو بيتحرك فيه. الكيتشن ايلاند فانكشناليتي، الايلاند يعني ايه؟ طبعا احنا عشان بس نعرف ايه الفرق ما بين الايلاند وما بين الكاونتر توب، الايلاند زي الترجمه بتاعتها الطبيعيه اللي احنا خدناها زمان، انه الجزيره هي مكان الميه بتلف حواليه من جميع الاتجاهات. فالايلاند في المطبخ هي مكان في نص المطبخ او حتى على جنب، بس مش لينكد باي لاين من اللاينز بتاعت المطبخ، مش لينكد باي حيطه من حيطان المطبخ، هي حاجه واقفه لوحدها في النص. وعشان نقدر ان احنا نعملها، فبالتالي ان انا لازم يكون عندي المطبخ واسع enough، اقدر ان انا اعمل حجم للايلاند كبير enough ان انا ما اعملهاش حاجه صغيره هيبقى ملهاش اي لازمه، تبقى حاجه صغيره واقفه لوحدها في النص مش هيبقى ليها لازمه. طب ايه الفانكشنز اللي انا اقدر ان انا استخدمها في الايلاند؟ الفانكشنز اللي انا اقدر استخدمها في الايلاند، اول حاجه ان انا اقدر احط فيها حوض، اقدر احط فيها كوك توب، اقدر احط فيها ستورج، اقدر اعمل فيها سيتنج اريا، وممكن تبقى ستورج ووركينج سبيس بس من فوق وخلاص، يعني ده على حسب الفانكشناليتي اللي انا عايزه استخدمها. الكاونتر توب او سوري الكاونتر، الكاونتر اللي هو بيبقى او بنانسولا، يعني هو نفس فكره شبه الجزيره. شبه الجزيره ان هو من 3 نواحي فيها ميه ومن ناحيه لينكت بارض، هي نفس الفكره، من 3 ناحيات فاضيه ومن ناحيه واحده لينكت يا اما بلاين من لاينز المطبخ يا اما بالحيطه من حيطان المطبخ. طيب الكيتشن كاونتر اقدر احط ايه الفانكشنز اللي انا اقدر استخدمه فيها؟ اقدر احط فيها حوض، ديش واشر، فرن، مايكرويف اللي هو من تحت لو انا هعمله هيدن مش باين، سيتنج اريا زي ما احنا شايفين في الصورة. ايه الستورج سولوشنز الجديدة اللي موجودة اللي انا اقدر اقول بيها للكلاينت ان انت تقدر تعمل بيها ستورنج مظبوط للايتمز بتاعتك؟ البول اوت دروورز، ان انا ما اخليش اليونتس بتاعتي رفوف بس، لا اخليها هي نفسها بتطلع لي، لان ده بيبقى اسهل في الاستخدام خصوصا في الرفوف التحتانيه خالص. او البول اوت اللي هو بيبقى رفيع او بيبقى 30 سم اكبر شويه، سواء بيبقى دولاب او في البيز يونتس اللي احنا بنحط فيه التوابل او بنستخدمه ان هو يكون فيه تخزين اكتر للاكل والبانتري بتاعك. الفيرتيكال ديفايدرز دي من الحاجات اللي كنا زمان مش بناخد بالنا منها، ان احنا بيبقى عندنا صواني ويبقى عندنا الكاتنج بوردز ويبقى عندنا الحاجات بتاعت البيكنج كلها، في الاخر كلهم بيتحطوا فوق بعض جوه رف، وعشان نجيب حاجه بنقعد نطلع مليون حاجه. فالديفايدرز دي من ضمن الحاجات الجديده اللي احنا بقينا بنعملها جوه الكيتشن عشان نسهل على الكلاينت بتاعنا الاستخدام بتاعنا، وده بيبقى من الحاجات اللي بتنجح الديزاينر اللي بيعمل الديزاين بتاع الكيتشن، ان هو بيعرف ايه النيدز بتاعت الكلاينت بتاعه. الديب دروورز، ودي من الحاجات برضو بقى لها فتره طويله موجوده، ان هي بتسهل عليا ان انا احط الاطباق، الحلل، خصوصا تحت الكوك توب، ان انا بقدر افتح على طول واطلع الحله او الفايركس اللي انا عايزه استخدمه وانا بشتغل على الكوك توب بتاعي، وده بيسهل طبعا ان هو بيخرج لنا الحاجه وبتبقى على طول الحاجه منظمه قدامي، وبقدر ان انا اجيب الايتم اللي انا عايزه اوصله. الاوفر هيد بوت راك، ده بستغل الاماكن اللي فاضيه، سواء بقى لو انا عندي ايلاند وهنزل حاجه من السقف، لو انا عندي جزء فاضي بعلق عليه البانس بتاعتي او الطاسات بتاعتي، بدل ما اضطر ان انا اعمل لو انا ما عنديش سبيس جوه اليونتس ان انا احطهم فيها، بس ان هم بيدوا شكل ديكوريتيف لطيف جدا بيساعدني على اني احقق سبيسيفيك ستايلز لو انا عايزه اعمل ستايل معين واوضح فيه الشكل ده. الماجناتيك ستريبس دي بتبقى ماجنت بعلق عليها
الحاجات الميتال سواء بقى المقاس السكاكين بتبقى اكسسبل بالنسبه لي بسهوله جدا، وفي نفس الوقت ما بتتحطش منعكشه جوه الدرور بتاعي، فبقدر ان انا اوصل لها بطريقه منظمه. فلان هي لو اتحطت جوه الدرور انا ممكن بعد فتره وانا بجيب حاجه اقوم متعوره. من ضمن الحاجات الاساسيه بالنسبه لي في الديزاين بتاع الكيتشن، سواء انا كيتشن ديزاينر بس او سواء انا انتيريور ديزاينر بصمم الكيتشن بتاع الكلاينت عشان اديه للبروديوسر ينفذه، اللايتنج. واللايتنج ده مهم في الحاله التانيه، اللي هو انا كيتش انا انتيريور ديزاينر بعمل ديزاين، لازم ابقى فاهمه انا ايه احتياجاتي في اللايتنج جوه المطبخ. اول حاجه، ودي طالعه ترندي، بس هي طالعه ترندي لسبب، ان انا احط اندر كابينت لايتنج. الاندر كابينت لايتنج ده بيحقق لي طبعا اتموسفير لطيف جدا، بس هو في نفس الوقت تاسك لايت. يعني ايه تاسك لايت؟ يعني انا يبقى عندي لايتنج في الارياز اللي انا محتاجه ان انا استخدمها فعلا، يعني زي الكاتنج بورد اللي عليها التفاحه دي. ما انا هنا هو انا بشتغل، لو انا مش عامله تاسك لايت مظبوط على الاريا اللي انا بشتغل عليها، هيجي اللايتنج من ورايا فهيعمل شادو على الاريا دي، فانا ممكن اتعور او اعمل حاجه مش مظبوطه، احط حاجه غلط على حاجه تانية، ما بقاش شايفه كويس. لكن لما يبقى عندي تاسك لايت مظبوط هيديني الطريقه المظبوطه ان انا اقدر ان انا اشتغل بيها جوه المطبخ على الورك توب بتاعتي. وطبعا من ضمن الحاجات اللي فيها تاسك لايت هنشوف برضو مع بعض قدام شويه حاجات اكسترا عن التاسك لايت، البندنت لايت او الامبيانت لايت او الجنرال لايت، اللي هو بيبقى حاجه فيها شكل، وبتبقى عاده البندنت بتبقى لو عندي ايلاند بيبقى ليها شكل لطيف جدا، ممكن احط 2 او 3 وبيتغير شكلهم والستايل بتاعهم اكوردنج للستايل بتاع المطبخ، وخصوصا لو كان المطبخ اوبن كيتشن. التاسك لايت بقى اللي هو على المين اريا، انا مش بتكلم بقى على الورك توب في العموم اللي هو الاندر لايت، لا انا بتكلم ان هو لو عندي حوض وعندي كوك توب، دول لازم عليهم اجباري ان انا يبقى عندي تاسك لايت، عشان دي المين ارياز اللي انا بشتغل فيها جوه المطبخ، طبعا غير الورك توب اللي انا بحط لها الاندر كابينتس لايتنج. طيب الشفاط عندي بيجي بالتاسك لايت بتاعه زي ما احنا شايفين في الصوره على اليمين، بيجي لازم بيجي فيه سبوتين او بيجي فيه لايتنج، فهو اوتوماتيك انا لما بشغل الشفاط بتاعي بيبقى بيعمل لي التاسك لايت اللي انا محتاجاه على الكوك توب او الكوكينج اير. اللايرد لايتنج، ان انا كل ما بزود لايرنج في اللايتنج جوه الكيتشن بيديني اتموسفير وبيديني طريقه استخدام لللايتنج مختلفه. يعني زي ما احنا شايفين هنا اهو، انا عندي الامبيانت لايتنج او الجنرال لايتنج، ده اللي هو الحاجات اللي هي انا بحط لايتنج عشان يبقى المطبخ منور، زي اللي هي فوق الايلاند البندنتس اللي فوق الايلاند دي امبيانت لايت. تاسك لايت زي الاندر لايتنج، زي السبوت اللي محطوط فوق الحوض في الصوره اللي على الشمال، وعندي الاكسنت لايتنج دي اللي هي اللي فيها حاجات ديكوريتيف شويه، يعني انا مثلا بنور جوه اليونت اللي هي فيها ازاز عشان تديني بس اتموسفير وشكل لطيف. لو هنور من تحت اليونتس او من فوق اليونتس تضرب في السقف، اللي هي الحاجات اللي بتديني شكل ديكوريتيف. لو عندي في حاجات مثلا بوكسز وانا منوره فيها وحاطه فيها اكسسوارز، فدي كمان اكسنت لايتنج. هنيجي لاهم حاجه اللي هي الماتيريال سيلكشن، ودي طبعا بتختلف من ذوق للتاني، من ستايل للتاني، من طريقة استخدام لكلاين ده غير الكلاين ده. طب أنا أحدد على إيه؟ عندي طبعا حاجات كتيرة قوي بحدد بيها، بشوف الكلاين ده بيحب يعمل مانتننس كل فترة، بيحب يغير حاجات كل فترة، الكلاين ده مش من الناس اللي هو بتعمل مطبخ وعايزاه يعيش معاها العمر كله، الكلاين ده عنده ستايل معين مش هيتغير، وهكذا. ببتدي امشي ورا كل جزء لوحده من الريكوست بتاع الكلاينت بتاعي. طيب احنا عندنا سيرفيسز كتيره جدا للكاونتر توبس او الورك توبس، مش الرخامه. الرخامه دي ماتيريال، احنا طبعا على طول كلنا بنقول رخامه المطبخ، دي حاجه طبيعيه احنا كلنا بنقولها، حط الحاجه على رخامه المطبخ.
بس هي جاية عشان احنا زمان كنا بنستخدم رخام بس، دلوقتي بقى عندنا كمية ماتيريال كتيرة جدا نقدر نستخدمها كورك توب. عندنا الرخام، الجرانيت، الكوارتز، الكوريوم، الإزاز، الستينلس، الخشب، الميلامين، في ناس بتستخدمه بس ده طبعا حاجة رديئة جدا، ال HPL. فعندنا كمية سيرفيسز مش طبيعية، ممكن نعمله زي ما كان بيتعمل، وطلع تراندي فترة تاني قريبة ان هو يتعمل بالبلاطات الصغيرة بتاعت السيراميك. دلوقتي كمان بقى في البورسلين، بقى عندنا ماتيريالز كتيرة قوي اقدر ان انا استخدمها كويك توب او كاونتر توب. طب يعني هنقول بس كده تيب سريعة انه الرخام مش افضل انواع الورك توب، مع ان هو من الحاجات اللي طول عمرنا عارفين ان احنا بنعملها ورك توب. ليه؟ لان العروق اللي فيه دي بتبقى نقط ضعف، لو جت في الادج بعد فترة ممكن تتكسر. لو ما تعزلش كويس هيبقى، لان هو مساني اكتر من الرخام، سوري من الجرانيت. وعشان كده لما بنحب نعمل شكل الرخام في الوان فاتحة عشان ما تبانش فيه البقع بنروح على طول للكوارتز. طبعا كل خامة من دي ليها البروز والكونز بتاعتها، بس احنا نتكلم كده سريعا. اتكلمنا عن الرخام، اتكلمنا عن الجرانيت ان هو الدوتس اللي فيه دي بتدي له قوة شوية زيادة. طبعا في طاولات منه بتبقع وفي الوان منه بتبقع، ولازم ان هو يبقى معمول له سيلينج بطريقة مظبوطة، بس هو طبعا انتي بكتيريال لان هو مسامه ضيقة. طبعا الكوارتز والكوريان دول من اكتر الحاجات الانتي بكتيريا اللي موجوده، لان هي كمان خامات مصنعه فبقدر اعمل بيها الوان كتيره واشكال كتيره. الكوريان ميزته بالنسبه لنا ان احنا نقدر ان احنا نلعب في الشيبس بتاعته بالحراره والبريشر، يعني ممكن كمان حتى نعمل الحوض منه فيه على طول. فده كده بس شويه حاجات سريعه عن الورك توبس، ونقدر نختار الأحسن منها إزاي. الباك سبلاش with personality. الباك سبلاش هي يعني إيه كلمة باك سبلاش؟ الباك سبلاش هي الجزء اللي ما بين الورك توب بتاعتنا وما بين الوال يونتس أو الوحدات العلوية اللي فوق. طيب بنختارها إزاي؟ إحنا في كل الأحوال لو إحنا مش هنعملها نفس الخامة زي الصورة اللي في النص اللي هي كان فيها الستار جالاكسي دي، اللي هي معمول الورك توب معاها الباك سبلاش بتاعتها نفس الحاجة، فده شكل. لو احنا هنعمل ورك توب خامه والباك سبلاش هتبقى مثلا الحيطه بتاعتنا الطبيعيه او السيراميك بتاعنا زي الصورتين التانيين، لازم يبقى عندي باك سبلاش من نفس الخامه اللي احنا عاملين منها الورك توب من مينيمم 5 سم اب تو 10 سم اب تو 15 زي ما احنا عايزين، ممكن تبقى 30 سم كمان. لفه المطبخ مش لازم توصل للاخر لو ده الديزاين بتاعنا، عشان تحمي الحيطة. زي بالظبط الأرض لما بنحط مثلا أرضية اتش دي اف مع الحيطة، لازم بسد الفاصل ده بوزارة اتش دي اف أو وزارة من نفس الخامة. زي ما بركب سيراميك أو بورسلين على الأرض بحط وزارة من نفس الخامة. طيب بالنسبة لل لو أنا مش عايزة أعمل الحتة دي، مش عايزة أعمل الباك سلاش الصغير ده، بيبقى فيه دلوقتي بيتباع بالأعواد زي رابر بيتركب فبيعمل لي الفاصل ده ما بين التو ماتيريالز، فما فيش حاجة تقدر ان هي ما فيش ليكج لمية، ما فيش حاجة تقع من ورا عشان مثلا لو بواقي الأكل فتفيت العيش الحاجات دي كلها ما تقعش ورا وتبقى بتجيب لي حشرات وتبقى بتجيب لي بكتيريا في المطبخ. الوزرة ان هي تبقى نفس الستايل بتاع المطبخ. عندنا حلين، عندنا الوزر الجاهز، الوزرة دي اللي هي الجزء التحتاني اللي في المطبخ اللي هو متوضحة في المطبخ الأبيض على الشمال. طيب عندنا يا إما اللي هو اللي جاهز موجود في الماركت ده بيبقى بلاستيك وعليه شيت ستينلس، كان لغاية قريب فيه منه 3 ألوان تانيين، أبيض وأسود وتشاري وود كولر، بس دلوقتي اللي موجود معظمه هو الستينلس فلوك، وده بيبقى بلاستيك وفيه الجروف اللي هو اللي احنا شايفينه على اليمين خالص ده
عشان بيخش فيه بلاستيك رينج كده اللي هي بتكبس على الرجول اللي احنا بنرفع بيها المطبخ عن الارض. طيب ايه الحل التاني لو انا عايزه اعمل المطبخ كله لون واحد وده الستايل بتاعي ومش عايزه اغيره؟ هضطر ان انا اعمل الحل اللي على الشمال، ان انا هنفذه من الخشب بتاع المطبخ، بس هركب له من تحت رابر برضو، ده بيتباع بالعود عشان يكبس على الارض فما فيش ميه او حشرات تخش من تحتي، والميه ما توصلش للخشب نفسه فيبقى زي عازل ما بينه وما بين الارض. طيب زمان كان في الستاب اللي احنا كنا بنبنيها وبنركب عليها المطبخ، طبعا دي اولا هايجين وايز مش مظبوطه، طريقه الوزر ده ان انا اقدر افكه وانضف من تحتيه فدي احسن. انه التانية هتعليه المطبخ بالكامل، لان انا عندي فيه اجهزة ليها ستاندرد دايمنشن زي الغسالة، انا لو هحط غسالة فهي انا مضطرة ان انا يبقى عندي سبيس اب تو من 87 سنتيمتر عشان اقدر ان انا ادخل الغسالة، فده معناها ان انا هيبقى عندي ده بلس ال 87 سنتيمتر، وانا المفروض الستاندرد بتاعي يعني 90 سنتي. فكل دي حاجات بتيجي باي اكسبيرينس، فأنا بحاول ألمها لكم كلها يعني حقيقي في الكام دقيقة اللي احنا هنبقى فيهم مع بعض النهارده. الكابينتس ماتيريال بقى، احنا عندنا الكابينت بتتقسم لأربع أجزاء، عندنا الكابينت كاراكاس ودي اللي هي العلبة نفسها من جوه، عندنا الكابينت دور أو فرونت ودي الضرفة من بره اللي هي بتديني الستايل بتاع المطبخ، وعندنا حاجة اسمها edge banding. الedge banding ده هو القشاط اللي بنقشط بيه الخشب اللي احنا بنستخدمه، لان احنا عادة بنستخدم جوه الكابينت نفسها يا اما كونتر يا ام دي اف يا تشيب بورد، والتلاتة لازم ان هما يتعمل لهم edge banding مظبوط عشان المية ما تخشش والخشب يبوظ. الهاردوير بقى اللي هي زي المفصلات، المقابض، مجاري الأدراج، الميكانيزمات اللي هو العلاقات اللي بنعلق بيها المطبخ، هنشوف شوية أمثلة قدام شوية. بونس تيب إن إحنا عندنا حاجة اسمها بورديوم، ده بيبقى بدل ده بنعمل بيه الكابينت من جوه. الكابينت بتاعت أو الحاجات اللي بيبقى فيها رطوبة زي الكابينت بتاعت الحوض، يا إما عندي 3 اختيارات، يا إما بيكون بنفس الماتيريال بتاعت كل الكابينتس بتاعت المطبخ نفسها وبس بعمل لها سيلينج مظبوط بالادج باندنج بتاعي فبريفنت أي مشكلة تحصل من المية، يا إما بعملها ستينلس ستيل بالكامل او مش بالكامل يعني تبقى خشب وكلها متبطنه ستينلس ستيل، يا اما بعملها بحاجه جديده موجوده اسمها بورديوم، والبورديوم ده بيبقى بوليمرز فبتبقى 100% واتر بروف، وهو نفس الايفكت بنفس طريقه التصنيع بنفس كل حاجه زي الام دي اف بالظبط، يعني عايزه اكبسه هكبسه نفس شكل الخشب بس يبقى الكور من جوه بورديوم مش ام دي اف، فهو بيستحمل اكتر الرطوبه. الادج باندنج زي ما قلنا ده بيبقى ممكن بيبقى من الخشب الطبيعي بتبقى رول برضو، بيبقى ادج باندنج من زي لو احنا عاملينه من جوه فينير ناتشرال فينير فبنجيب له الادج باندنج بتاعه ناتشرال. البي في سي بيبقى نفس الفكره بتاعت لو انا عامله ملامين فبجيب الادج باندنج اللي هو البي في سي، وده ليه كذا طريقة يعني إن إحنا نلزقه بيه، الطريقة البلدي اللي هو المكوى، الطريقة الأبجريدبل شوية اللي هي الجان ده اللي هو موجود في الصورة، أو بتبقى طبعا ماشينز كبيرة في المصانع الكبيرة. وفي حاجة اسمها داست اند ساوند بروف، ده بيبقى موجود برضه، ده بيبقى شيت رابر عامل زي نفس الفكرة بتاعت الادج باندنج بس بيبقى رابر عشان لما الدرفة تقفل يقفل تبقى سيل مظبوطة جامد جدا فما تدخلش تراب جوه اليونت، في نفس الوقت ما تعملش صوت وهي بتقفل. طبعا كمان دلوقتي اللي بيساعدنا على موضوع الصوت ده المفصلات اللي هي بتبقى سوفت كلوز. الكابينت هاردويرز عندنا من اول اللي هي العود اللي بيتركب على الحيطة عشان اعلق عليه الوال يونتس،
العلاقات اللي بتساعدني ان انا اعلق الوال يونت، مجاري الادراج، الرجول اللي انا بركبها عشان احط عليها البيز يونتس بتاعتي، مسامير التجميع اللي انا بجمع بيها تو يونتس جنب بعض مع بعض عشان ما يتحركوش، الفشر، خصوصا الفشر اللي هو الصغير اللي احنا بنقدر نركب بيه المفصلات في الام دي اف والتشيب بورد عشان يعني بنعاملهم نفس المعامله بتاعت الحيطه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا دلوقتي لو في الحيطه جيت ادق مسمار، المسمار هيطلع تاني معايا بعد فتره لان الحيطه ما فيهاش فايبرز زي الخشب الطبيعي يقدر المسمار يمسك فيه. نفس الفكره بالنسبه للتشيب بورد والام دي اف. طب انا هركب جواهم في ازاي مفصله؟ بعد فتره مفصله هتخرج؟ لا، بركبها بفشر زي بتاع الحيطه بالظبط بس حجمه اصغر كتير عشان اقدر ان انا اركب بيه المفصله في نوع الخشب ده فما يخرجش معايا، يخش الفشر ويتفتح جوه. الابلاينسز او الاجهزه اللي موجوده جوه المطبخ، الاجهزه اللي موجوده جوه المطبخ كل حاجه موجوده لازم ابقى عامله حسابها وابقى عامله لها مكانها، من اول البوتاجاز او لو هو كوك توب او لو فرن مايكروويف، الفرن فري ستاند، اي حاجه بتتحط في الفيشه بنزود عليهم حاجتين اتنين بالظبط اللي هي الحوض وال سوري معلش 3 حاجات، الحوض والخلاط بتاع الحوض والسوب ديسبنسر. دول ال3 حاجات اللي انا بزودهم عندي على الاجهزه، بس اي حاجه تانية تتحط في الفيشه لازم ابقى عاملها. يعني لو في خلاط لازم ابقى عارف بساعد الكلاين بتاعي الخلاط ده هيتخزن فين. الفنتليشن، ودي حاجه مهمه جدا ان انا اخد بالي منها، انه انا وخصوصا كان دايما بيجي لي كلاينتس يقولوا لي احنا مش عايزين نعمل اوبن كيتشن لانه الاوبن كيتشن في الاخر الريحه هتيجي في البيت كله والشفاطات دي ما بتشتغلش كويس والحاجات دي كلها. فهي بس نبقى متفقين على حاجه، اول حاجه الشفاط اللي على الشمال ده اللي هو المربع اللي كان بيبقى في الحيطه او في الشباك ده بتاع زمان هو حقيقي ما بيعملش حاجه، دي حاجه حقيقيه. التاني اللي على اليمين ده في منه نوعين، في منه نوع بيعمل شفط وطرد على بره، وفي منه نوع بيعمل فلتريشن للدخان، لان انا ما عنديش حيطه اقدر ان انا اخرج بيها الهواء على بره اطرده على بره، والاتنين بيشفطوا كويس والاتنين ما بيعملوش ريحه جوه البيت. بس ده لما بتبع حاجات معينه، انه كل شفاط من دول ليه قوة الشفط بتاعته، فأنا لازم أبقى عارفة وأبقى بفتح الكتالوج بتاع كل شفاط قبل ما بحطه في الديزاين، لأن كل واحد هيفرق هيتحط فين الهايت بتاعه من الكوك توب نفسه، هيبقى قريب منه لازم أبعده قد إيه عشان قوة الشفط بتاعته تبقى مظبوطة ويشتغل، ولازم كل فترة بيتعمل له مانتننس وبيتغير له الفلاتر بتاعه. ودي حاجة عادة الناس اللي بتشتكي مش بتعمل الموضوع ده. عندنا الفري ستاندنج ابلاينسز والبيلت ان ابلاينسز. اول حاجه الفري ستاندنج ابلاينسز اللي هي بتبقى بوتاجاز وباجي احطه مكانه، الثلاجه باينه، الغساله باينه زي ما احنا شايفين كده في السوق. طب ايه البروز والكونز بتاعتهم؟ البروز ان انا بقدر ان انا اعمل لهم انستوليشن بسهوله، عندي فلكسبيليتي في البراندز، فلكسبيليتي في الاسعار، عندي اسعار كتيره جدا اقدر ان انا اقارن بينها كتيرة، وإن هي بقدر إن أنا أحركها لو أنا محتاجة أعمل لها صيانة بسهولة جدا. طب إيه الكونس بتاعتها؟ إنها الأبيرنس بتاعها هي مش داخلة جوه الديزاين، يعني هي بتفصل لي كل يونت عن التانية. طبعا دي بتخلي إن المطبخ أصلا في الآخر يبقى سعره أرخص، لأن المنطقة اللي أنا مش حاطة فيها يونت وحاطة فيها الجهاز نفسه هو باين قدامي ده، فخلاص ده جزء ما فيهوش خشب، فبرضه كده انا بقلل من سعر المطبخ شويه. انه الكونز بتاعتها انه بالذات في المنطقه بتاعت البوتاجاز ان هو ما بيبقاش لازق في اليونتس 100%، فممكن بعد فتره بيقع بواقي اكل يمين وشمال البوتاجاز، فبضطر اشيل البوتاجاز انضف تحتيه وارجعه تاني مكانه. طبعا من ضمن الحاجات اللي دايما بتتقالي، طب انا هجيب الغساله فري ستاند بس انا عايزه اعمل عليها ظرف
فبليز بليز بليز ما نعملش كده خالص، لان ده خطر على اللونج ران. يا اما هنخلي الدفعه مفتوحه طول الوقت، يا اما هيحصل مشكله، لانه الجهاز ده مش مصمم ان هو التهويه بتاعته تبقى زي السيستم بتاع التهويه بتاعت البيلت ان. ده بيبقى ليه سيستم وده بيبقى ليه سيستم، فده لازم يبقى مفتوح والتهويه بتاعته يبقى ليها سيركيليشن معين. البيلت ان ابلاينسز، البيلت ان ابلاينسز اللي احنا ما بنبقاش شايفينها، البيلت ان ابلاينسز اللي هي تبقى كلها موجوده انتجريتد جوه يونت. عندنا بس حاجه هقولها دي سبيشال نوت على جنب، انه الثلاجه بتبقى حاجه اسمها فولي انتجريتد. فولي انتجريتد يعني عليها درفه كامله، انا الثلاجه ما بقاش شايفاها، بقى شايفاها زي ما تكون دولاب. الديش واشر عندي منها حاجتين، يا اما فولي انتجريتد اللي هي بتعمل لها درفه كامله زي الصوره اللي فوق على اليمين، بتبقى درفه كامله وبتبقى الزراير بتاعتها لما بفتح الدرفه بتبقى الزراير بتاعتها من فوق، يا اما هاف انتجريتد بيبقى الزراير بتاعتها باينه من قدام فبيبقى باين مكانها هي فين. ايه اللي بيبقى ايه البروز والكونز؟ البروز ان هي طبعا شكلها لوكجيريوس اكتر، بتخلي شكل المطبخ كله حاجه واحده مع بعض، انتجريتد كله مع بعض. ان انا اقدر مثلا ان انا عايزه اعمل الكوك توب غاز والفرن كهرباء، عايزه اعمل الكوك توب 90 سنتي وعايزه اعمل الفرن 60 سنتي، انا حره اقدر ان انا اغير في المقاسات بتاعتي وافصل كل حاجه عن التانيه. الكونز انه طبعا هو اغلى كتير في السعر، طبعا الانستوليشنز بتاعته بتبقى ليها لازم ابقى ببص طبعا على الكتالوج قبل ما احدد الجهاز ده هيتحط في مساحة قد إيه، عشان ما يبقاش المساحة اللي أنا محددها أصغر أو أكبر من الجهاز نفسه. وطبعا لازم تبقى ماركة محترمة عشان ما يحصلش منها مشاكل على اللونج تيرم. دي شوية أفكار الأجهزة كانت موجودة. ده مثلا كان سماج مع دولتشان جابانا، الصور دي من 2016 في إيسالوني إيطاليا. ده مثلا كان اللي على الشمال، ده كان كوك توب اللي هي الدايرة البيضة الصغيرة دي، ده كانت العين بتاعت الكوك توب، وكان كان لسه الاندكشن كان حاجة جديدة، وكان حاطين عليها حلة فعلا بتغلي مية، بس حط ايدينا على الورك توب حواليها مفيش أي سخونية خالص حواليها. الصورة اللي في النص اللي هي الاتنين اللي فوق بعض الستينلس، كان الفكرة بتاعته ان هو بعد ما نقفل الكوك توب يبقى عندي تكملة للورك توب بتاعتي على طول. الفكرة بقى الأخرانية دي ان انا اقدر ان انا بغير مكان العيون على الورك توب زي ما انا عايزة، وهما بعد كده يبقى ليهم توصيلاتهم من تحت. انا عارفة ان الحاجات دي مش موجودة في مصر، بس لازم اعرفكم على كل الحاجات اللي موجودة بحيث ان احنا تبقى دايما عندنا كرياتيفيتي واحنا قاعدين مع الكلاينت بتاعنا. دي اللي انا بقول لكم عليها. هنا ده شكل للهود، طبعا ده قوة الشفط بتاعته قليلة جدا مش قوة كبيرة، ده الشفاط بيطلع من الورك توب نفسها بيشفط وبيعمل فلتريشن وبيشتغل كويس جدا، بس هو مصمم ان هو يبقى لازق في الكوكتوب، سواء هي الكوكتوب ده بيشتغل غاز ففي شعلة نار او الكوكتوب ده كهرباء، فهو بيشفط وبيعمل فلتريشن للدخان اللي طالع. ده لو كانت قوة شفطه اكبر من القوة بتاعته اللي هي اللي هو مصنع عليها او مصمم عليها، كان ممكن يعمل حريقة في المكان، لان هو لو شفط زيادة هيشفط النار معاه فهيعمل مشكلة. الايكو فريندلي ديزاينز، الايكو فريندلي ديزاينز ان انا اخد بالي ان انا لما اجي اشتري اجهزه للكلاينت بتاعي تبقى الانرجي افيشنسي بتاعته مظبوطه. هيبقى سعر الجهاز اعلى شويه، بس على اللونج على اللونج ران استهلاكه للكهرباء اقل. نحاول نشوف ايه السستينبل ماتيريالز اللي احنا نقدر ان احنا نستخدمها، بدل نستخدم خشب طبيعي نبتدي نستخدم خشب مصنع في اقل في القطع بتاع الاخشاب والغابات. ان انا اخد بالي انه الحنفيات او الخلاطات بتاعه الحوض بتاعتي تبقى ووتر سيفنج اللي هي ممكن تبقى بسنسور، اخد بالي من
استهلاكي للميه في الموضوع ده واستهلاكي للكهرباء جوه المطبخ. عشان كده دايما بقينا بنقول نستخدم اللاد لايت، لان اللاد لايت اول حاجه استهلاكه للكهرباء قليل، وفي نفس الوقت مش بيعمل حراره جوه المكان، ف مش بيسخن الاريا اللي حواليا. الفينيشنج توتشز، الديكوريتيف هاردوير، وطبعا اهم حاجه في الديكوريتيف هاردوير انه الهاندلز النوبز اللي انا بستخدمها في المطبخ، لان هي اللي بتحدد لي الستايل وبتحدد لي الشكل النهائي بتاع المطبخ والاكسسوارز اللي انا عايزه احطها. طبعا دي في منها اشكال كتيره جدا وسهله ان احنا نلاقيها في كل حته في مصر يعني. الرجز ده في ناس كتيره جدا بتحب ان هي تحط زي سجاده صغيره جوه المطبخ، ودي برضو بتختلف من استخدام للتاني على حسب كمان الستايل بتاع الانتيرير بتاع المطبخ او بتاع البيت بالكامل. يعني لو حاجه كلاسيك شويه هحط حاجه كلاسيك، لو حاجه مودرن شويه حاجه كونتمبري، وهكذا. طبعا الستايلز احنا عندنا يعني انا الستايلز دي انا بديها في سيشن 5 ساعات ده، فمش هنخش قوي فيها، لان هي برضو طبعا اكيد انتوا عارفين ودرستوها كذا مره انه الستايلز في الانتيرير كتيره جدا. الارت بيسز جوه الكيتشن طبعا بتديله شكل مختلف وبتديله يعني بيديله جزء من البرسوناليتي بتاعت الكلاينت بتاعي وبتاعت برضو الانتيرير بتاع البيت، بحاول ان انا اعمله ريفلكشن جوه المطبخ، سواء بقى بول ارت، سواء ببنتور، سواء ببيس معينة، برايتنج فيكستشرز، كل الحاجات دي بقدر ان انا احاول ان انا احطها جوه المطبخ بحيث ان هي تو اد سمثينج للبرسوناليتي بتاعت المطبخ، تبقى قريبة من البرسوناليتي بتاعت الكلاينت وبتاعت الانتيرير اللي انا عملته له جوه البيت. الجرينري دي من اهم الحاجات اللي انا احطها جوه المطبخ او في المكان ده، لان هي كمان بتاخد ثاني اكسيد الكربون وبتطلع لي اكسجين، فبتجدد لي الجو وبتعمل بيوريفاينج للجو اوتوماتيك. ايه البنفيتس؟ ان هو بيساعد في البلاد الجافة بيبقوا بيدوروا عليه، يعني ده في اجهزة بيشتروها بتعمل الرطوبة دي، فاحنا بنحاول احنا نعوضها بالبلانتس. بتجدد الهواء زي ما قلنا، وطبعا الحاجات دي بتخلينا ان احنا نبقى قاعدين مرتاحين جوه المكان. طب ايه الطرق اللي انا بعمل بيها ابلاينج الوول جاردن؟ ان انا بزرع الهيربس بتاعتي بطريقة على الحيطة، وطبعا دي ليها تكنيكاليتيز وليها طريقة ان احنا نقدر ان احنا نعملها، ويبقى ليها شركات معينة هما اللي بيعملوها. عندنا بعد كده الهانجنج بلانترز زي اللي موجودة في الصورة كده، وعادة بيتحط فيها الحاجات اللي هي بتنزل زي زي الروبس، زي المكرمية اللي بقت موجودة دلوقتي وطلعت ترندي جدا. عندنا الويندو سيل بلانتس دي اللي هي بنحطها جنب الويندو، ودي بتبقى أكتر للحاجات الجرينري اللي بتبقى محتاجة نور الشمس، وعادة بتبقى منها الهيربز اللي احنا بنستخدمها جوه المطبخ. البراكتس تيبس ان احنا نحاول ان احنا على قد ما نقدر نستخدم سيرفيسز سهلة التنظيف، سواء كورك توبس، سواء ككاونتر توبس او باك سبلاش، او الفرونتس او الدورز بتاعت اليونتس نفسها والكابينتس، تبقى حاجات سهلة التنظيف، حاجات يبقى باين فيها لو فيها حاجة مش نظيفة عشان ما يبقاش في بكتيريا على اللونج تيرم. الستورينج تيبس لازم ابقى واخده بالي من الزونينج بتاع المطبخ. طب انا بستخدم ايدي اليمين ولا ايدي الشمال؟ طب انا لو انا بستخدم ايدي اليمين يبقى الديش واشر تبقى على يمين الحوض، لو انا بستخدم ايدي الشمال اخد بالي ان انا الحوض يبقى على شماله الديش واشر. ابقى واخده بالي ان كل زون فيها الحاجات اللي انا بستخدمها، يعني الواد زون مثلا اللي هي فيها الحوض يبقى فيها حاجة التنظيف بتاعة الحوض، يعني زي مثلا الصوب، زي اللي هي السبونج اللي انا بستخدمها، الحاجات دي جنب الكوك توب يبقى فيه الحلل، وقبل ما اطلع بره يبقى فيه الكاتري اللي انا بحطها على الترابيزة بتاعة الدايننج.
جنب الثلاجة يبقى فيه الفود ستورج كلها، بحيث ان انا ابقى بطلع كله من حتة واحدة، بحضر بغسل الحاجة في الحوض وارجع احطها تاني على البوتاجاز وابتدي ان انا اطلع للتقديم. البانتري طلع منه كمان دلوقتي ترند مختلف، وهقول لكم ايه الاختلاف الزيادة كمان اللي حصل على ايه. انه زمان واحنا صغيرين قوي زمان، انه كان البانتري كان مخزن صغير جنب المطبخ، وده كان جدودنا كانوا بيعملوا كده، عشان كان زمان بقى مفيش سوبر ماركتس كتيرة والبلد كانت بعيدة عن بعض، فكانوا بيخزنوا الأكل بتاعهم أكتر من لما احنا بنخزنه دلوقتي. فحتى هتلاقوا صورتين للبانتري، صورة دولاب صغير وصورة مخزن أو واكن زي ما بنقول عليه واكن كلوزت كده جوه المطبخ. فده بيختلف على حسب ال preparations بتاعتنا، وازاي احنا عايزين نخزن، احنا بعاد ولا قريبين من سوبر ماركتس عشان نقدر ان احنا نخزن اكلنا بطريقة عاملة ازاي. ده طلع تريندي تاني قريب، ان احنا يبقى عندنا الجزء اللي هو اللي داخل جوه حتة كبيرة بخزن فيها الاكل بتاعي، الستورج بتاعتي. وطلع تريندي زيادة حاجة اسمها ال dirty kitchen، ده غير لو احنا هنعمل اوبن كيتشن بره، بيبقى حاجه صغيره كده فيها كوك توب واوفن صغنطتين مع حوض صغير، وده بقى اللي هو ايه اسمه شو كيتشن. وبقى فيه جوه باب تاني وراه على طول اسمه ديرتي كيتشن، ده اللي بنقعد نحضر فيه الاكل كله. فلو عندنا السبيس فده طالع ترند. الارجونوميك تيبس زي ما احنا قلنا، انه الديش واشر لازم تكون موجوده جنب الحوض، سواء على يمينه او على شماله، وعلى حسب استخدام الكلاينت ايده اليمين ولا ايده الشمال، وبتكون جنب الحوض عشان تبقى التوصيلات بتاعته كلها ورا يونت الحوض، بحيث ان هو لو حصل مشكله في السباكه بفتح يونت الحوض واوصل بسهوله للسباكه بتاعتي، لان يونت الحوض ما بيبقاش ليها ظهر. بدل ما اقعد اشد الديش واشر بتاعتي وابتدي ان انا اصلح الحاجه من وراها. طيب وبلس بقى ان انا لو التوصيلات كلها ورا الديش واشر، هلاقي الديش واشر برزل بره مش فلاشنج مع بقيه اليونتس بتاعتي. لازم يبقى عندي ورك توب او وركينج اريا حوالين التلاجة، مش لازم تبقى جنب التلاجة، ممكن تبقى قدامها بس قريبه شويه، عشان وانا بفتح التلاجة عايزه اطلع حاجه او بفتح الفريزر وعايزه اطلع حاجه ما سيبهمش مفتوحين فتره طويله، يعني يبقوا اقدر ان انا اتحرك بسرعه، افتحها مره واحده واطلع كل حاجتي، ما افضلش اقفل وافتح، او ما افضلش فاتحه الباب بتاع الثلاجه فتره طويله فيبقى بتبوظ بسرعه. ما احطش ستورج طويله في نص الوركينج سبيس بتاعتي، يعني دايما اخلي الدواليب الطويله في الاندز بتاعت الديزاينز بتاعتي، ما تبقاش في نصها عشان ما تعوقش الحركه بتاعتي في تحضير الاكل. ببتدي كمان ان انا ابقى واخده بالي وانا بعمل الديزاين، ان انا مثلا عندي مطبخ او كيتشنات صغير، فمش لازم ان انا الفه يو شيب، ممكن اعمله ال شيب بس، عشان اقدر ان انا لما احط جهاز زي مثلا الديش واشر او الفرن ابقى عارفه ان هو هيفتح حقيقي، وهيبقى عندي السبيس بتاعتي مظبوطه ان هو يقدر ان هو يفتح. اخر حاجه هنتكلم عليها مع بعض في التيبس هي الكيتشن ديزاين بروسس. اول حاجه بعملها لما باجي اقعد مع الكلاينت بتاعي عشان اعمل الديزاين بتاعه، باخد الريكوست بتاعه، الكلاينت ريكوست بتاعه، وبعدين الريزنج دايمنشنز بروح ارفع المقاسات بتاعه المكان، وبعدين ابتدي بعد ما برفع المقاسات ومعايا الديزاين خلاص، انا معايا المقاسات بتاعتي والدنيا مظبوطه وعارفه الانجلز اللي عندي، ببتدي اشوف الاجهزه اللي عندي ايه وابتدي اعملها ديستريبيوشن على اني لاين، وعايزه احطها في نص ولا في الجنب، ابتدي اتخيل المطبخ انا عايزه اطلعه عامل ازاي، ابتدي اطلع الكابينتس لاي اوت ال 3D، بعمل معاه ميتنج تاني يحصل موديفيكيشنز، الميتنج التاني خلاص بظبط الموديفيكيشنز بتاعتي واطلع الكوتيشن بتاعتي والكونتراكتنج، بعمل دايمنشنز ريتشيك، بعمل ورك شوب دروينجز عشان لو انا لسه هطلع السباكه والكهرباء بتاعتي، بعمل ريتشيك تاني بعد السباكه والكهرباء ان كله تمام وكله اتنفذ مظبوط، عشان يجي
المطبخ بتاعي زي ما بنقول بلاج اند بلاي، ما يقعدش بقى رايحه جايه، ولا تعالى يا عم محمد يا سباك غير لي الماسوره دي، تبقى كل حاجه مظبوطه. ديليفري اند انستوليشن طبعا انتوا شايفين ان في بابل مش موجوده هنتكلم عليها في الاخر. لازم انظف مكاني بعد ما بعمل الانستوليشنز بتاعتي، ويبقى عندي الافتر سيل سيرفيس، لان دي مهمه جدا. لو حاجه محتاجة إن هي تتظبط في المطبخ، حاجة اتكسرت محتاجة إن أنا أعمل فيزيت للكلاينت وأشوف إيه المشكلة، طب إيه اللي موجود، الكواليتي تشيك. ودي من أهم الحاجات اللي لازم تحصل مع المصنع أو الورشة اللي بتنفذ لي، إن أنا لازم أروح أعمل تشيك أنت مطلع المطبخ زي ما أنا عايزاه ولا لأ، المقاسات بتاعتي مظبوطة ولا لأ، الدرفة مناسبة مع الكابينت ولا لأ، وابتدي إن أنا أعمل الكواليتي تشيك بتاعتي عشان ما اروحش اتفاجئ بالحاجه وهي بتركب عند الكلاينت. الكلاينت ريكويست لازم ان انا اليوم ده ابقى بامبرس الكلاينت عشان يثق فيا، لازم يبقى عندي الكونفيدنس في المعلومات بتاعتي. لازم اسمع كويس جدا للبريف بتاعه، هو عايز ايه وعايز يعمل ايه بالظبط، زي ما بكون بعمل انتيري ديزاين، فانا لازم اسمع واعرف ايه هو البريف بتاعه. ممكن اكون عارفه هو عايز ايه، فابتدي احضر له مود بورد سريعه. عاده احنا المطبخ مش يعني بنشتغل المود بوردز بتاعته بتبقى تكنيكال مود بورد، اللي هو بنطلع شكل الظرفه بلونها بشكل الابلاينس اللي احنا هنستخدمه، بتبقى تكنيكال مش انسبيريشن. ان انا يبقى معايا طبعا الديزاين ريكويست تمبلت، ببقى عامله تمبلت يعني بملاها، او لو انا بملى في نوت بوك بتاعتي، بس طبعا التمبلت بتخليني ان انا ابقى مركزه ومفيش حاجات تقع مني. دي مثلا التمبلت ان هو الغاز طبيعي ولا حاجات كلها الكتريكال، ولا بستخدم انبوبه، ايه الاجهزه اللي موجوده، طب هي بلت ان ولا فري ستاند، وايه الدايمنشنز بتاعتها، الحيطان سيراميك ولا بينتس، السايت نفسه فينيشت ولا اندر كونستراكشنز، ولا بقدر اعمل فيه موديفيكيشنز ولا لا، الورك توب اللي هو عايز يستخدمها ايه، البريفيرد موديل وكولر او ستايل للمطبخ ايه، ايه الاكسسوارز اللي هو عايز او الميكانيزمز اللي هو عايز سبيشالي ان هي تكون جوه المطبخ، الريزنج دايمنشنز او ان انا ارفع المقاسات، لازم حد يروح يرفع المقاسات او انا شخصيا لو انا اللي بشتغل لوحدي لازم اكون هناك اون تايم، لانه ده بيبقى أول حاجة في البروسيس بتاعة التصنيع أو بتاعة بعد بقى الكونتراكتنج خلاص. فلازم يعني during فترة الكونتراكتنج دي أول حاجة هعملها قبل ما أعمل الديزاين بتاعي، فلازم أكون focused ولازم أكون on time موجودة عشان الكلاينت يثق فيا وفي مواعيدي. يبقى معايا كل الإكويبمنت بتاعتي، مش هقول والنبي ممكن حد يشوف لي قلم، ممكن حد يشوف لي متر، لا انا المتر بتاعي معايا، القلم بتاعي معايا، الورقه اللي هرسم فيها، وكمان في الطول اللي في النص دي اللي هي اللي بقيس بيها الانجلز. زمان كنا بنقيسها باوتار، دلوقتي بقى عندنا الطول اللطيفه الديجيتال دي بقدر اعرف بيها الانجل بتاع الحيطه 90 سنتي 8 سوري 90 درجه 80 درجه او اقل. بيبقى فيه طبعا حاجات بتبقى مطابخ فيها انجلز صعبه، واخد طبعا كل مقاس لكل حيطه، اخد مقاسات الشبابيك ارتفاعاتها عن الارض، الكهرباء لو في كهرباء هي اماكنها فين، السباكه اماكنها فين، باجي باخد كل الهايتس طبعا عشان ابقى عارفه لو انا هعمل فول هايت انا واصله لفين، واخد بالي ان انا عندي كاميرا ولا لا، عندي عمود ولا لا، وباخد صور عشان لو في حاجه انا ناسيها احاول ان انا افتكرها من الصور، والانجلز باخدها عشان دي اللي بتحدد لي انا هستخدم ان نوع من انواع الكورنرز زي ما قلنا قبل كده. الابلاينسز ديستريبيوشن دي اول حاجه بعملها، ان انا باخد الكيتشن لاي اوت، ببتدي ان انا اندرستاند السبيس وايه البيربس منه والورك فلو عامل ازاي، وابتدي ان انا اعمله، بحط الحوض والثلاجه والكوك توب والفرن لو هما بيلت ان منفصلين عن بعض، ابتدي اشوف الريكويرمنت بتاعتي بتاعت المينيمم سبيس ما بين كل زون والتانية، واخد بالي منها ان هي ما تقلش من 90 ل 120 وما تزيدش عن 5 ل 6 متر، وان انا احط انتو كونسيدريشن لو كان في اصلا اراضي كهرباء وسباكه جوه المكان،
اخد بالي ان الكهرباء والسباكه دي ان انا هستغلها في ايه. يعني انا عندي هنا فيشه دي، يا ترى هستغلها الاشعال الذاتي بتاع الكوك توب، ولا هستغلها للفرن، ولا هستغلها للثلاجه، وهكذا. وطبعا بياخد في بالي مثلث الحركه اللي احنا اتكلمنا عليه، واللي بيستخدم المطبخ ده بيستخدم ايده اليمين وايده الشمال، عشان ده الورك فلو بتاعي جوه المطبخ ممكن يختلف. وطبعا الستورج اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده، والكورنرز، وان انا اخد بالي اهم حاجه من الكلاينت ريكوست وانا بعمل كل ده. طبعا دي الديستريبيوشن، الحاجات بقى كلها لازم تبقى دايما في دماغي وانا بعمل الديزاين بتاعي. انا لازم اكونسيدر الاوتلتس الموجوده، انا بستخدم ايدي اليمين ولا ايدي الشمال، المانوفر جوه المطبخ، الورك تريانجل، الهايتس بتاعت اليونتس، لو في كمر، لو في الاجهزه والانترنس بتاع المطبخ بعد ما هحطه هيبقى عامل ازاي. انا لازم يبقى عندي انترنس واسع عشان لو حصل مشكله في اي جهاز اقدر ان انا اخرجه فور مينتننس عند الشركه بسهوله. الدواليب، ايه الحاجات الاستخدامات اللي فيها، البيز يونت، الوال يونت، والستورج عشان اعمل ستورج مظبوطه للايتمز بتاعت الكلاينت بتاعتي، الابلاينسز من اول الكاتل لغايه الثلاجه ابقى انا حطاها في اماكنها مظبوط. وطبعا الوركينج اريا من اهم الحاجات اللي انا باخد بالي منها عشان يبقى عندي ورك توب كبيره اقدر ان انا احضر عليها الاكل بتاعي. ميرسي جدا جدا ليكو، انا اتبسطت جدا بوجودي معاكو مع استوديو 34، مش يعني لسنوات كتيره مع بعض، بقالي 3 سنه. ويا رب دايما نبقى مع بعض، ويا ريت تكونوا استفدتوا ان شاء الله. ولو في اي اسئله بليز انا في انتظاركم، انا هستنى دقيقتين معاكم كده. لو حد عنده اي سؤال بليز اكتبوه على الكومنتس بتاعتكم وانا هرد عليه. ولو حتى بعد ما نخلص اللي هيشوفوه مش لايف، اللي هيشوفوه متسجل، اكتبوا الأسئلة واعملوا لي منشن وهدخل ارد عليكم على طول. ثانك يو، اتبسطت جدا بيكم، ونتقابل تاني ان شاء الله. طيب، هو حاليا ما حدش كتب سؤال، بليز رجعوا تاني لللايف وشوفوا لو عندكم اي اسئلة واعملوا لي منشن عليها، واشوفكم على خير ان شاء الله. ثانك يو، باي باي.